يلا اليوم معنا بنك الخليج. طبعا احنا قاعد نتواصل مع العملاء اللي موجودين معهم على الهواء. اخونا محمد، اخونا علي الحواج، حياك الله ابوي. مساك الله بالخير ابوي، حياك الله بنظر الكويت. حياك الله ديوانه لياقه الانصار. اليوم معنا بنك الخليج، واول شيء نبي يسالونك كم سؤال عن مدى رضاك من الخدمه. احنا قاعد نسوي استبيان على الهواء، شوف على بعناها بالاذاعه قاعد نسوي استبيان. بنك الخليج احنا صريحين دايركتلي. فالحواج كاهو وياكم، بقى اخوي معك الجزاف ومعك محمد درويش. استاذ علي مساك الله بالخير. محمد درويش نواف جزاف وياك قسم علاقات المؤسسيه، شلونك؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك. الله ما يخاف، احنا اذيناك شويه، ندري هالحزه. صح النوم، صح النوم. حزانك حبيبي. سؤال دائما احنا نسأل حق عملائنا، ما مدى رضائك حق بنك الخليج بما ان راتبك عندنا؟ كم من 1 إلى 10؟ شكله بيعطينا كم 1 إلى 10. يلا قول، عطنا من 1 إلى 10. عطنا من 1 إلى 10. بالصج ولا ولد عمه؟ لا انا بالصج. احنا على الهواء. 9 من 10. انزين الواحد هذا ممكن عدله، ممكن تغير. لا شوف، امانه 10 من 10. هو في اشياء ترى ما لهم شغل فيها، في اشياء تكون قوانين البنك المركزي وغيره. لا انا اكس ستاف. حلو، زين تو اكس ستاف ما شاء الله. زين عيال، خليني اقول شغله. انا اسالك سؤال، حاليا ما راح اقول تفاصيل وايده، راتبك فوق الحين حاليا فوق ال 1500؟ لا تحت 1500. زين السنه بتسافر؟ اي ناوي. ايش كثر ميزانيتك بالسفر؟ الحين عرفت اسمي راح بالسفر؟ اي ايش كثر ميزانيتك؟ حسب والله. عاد انا وين بتروح؟ اسطنبول. اسطنبول اي كويتين كلها اسطنبول. كل مكان كلها اسطنبول. شكلك راح تغير الحين. اول شيء يعطيك العافيه، معك محمد درويش بعد. نعم والله. تذكر اسامينا؟ ها؟ ذكر اسامي معدل. درويش والجزاف. ايوه بالضبط. عارفين. زين ما شاء الله عندك عيال؟ لا لا مو متزوج. لا تزوج. لا امي قاعد تسمعني، لا تزوج. شو تسوي راح اسطنبول؟ شو تسوي راح اسطنبول بروحك؟ والله احب الطبيعه. اسطنبول؟ اوديك مكان ثاني احسن. اسطنبول شوف، اسطنبول وطرابزون. لا حلوين. لا زين وتعبر وتروح وين؟ تعبر وتروح شو يسمونه؟ لصاري بما ان احنا نروح هايكنج انا وحمود، خل نروح وياه. تروحون ويا هايكنج؟ رحنا سيلان. ابراهيم يحب الطبيعه ما يحب اللويا. اوكي. زين حواج، حواج سؤال. هلا والله. الحين طبعا الاستبيان احنا قاعد ناخذ اسماء اللي طلعوا معانا على الهواء بالاستبيان. اقول لك مبروك يبا، 250 دينار، الف مبروك. تسلم. ما ابي اصبر. زين ايش بتسوي فيهم 250؟ عليك بالف عافيه. شو بسوي فيهم؟ والله اشتري لي بيت بالضاحيه. بيت 250 دينار ايش تشتري فيهم؟ قول لي. اوكي قوية. قويه. هذه اقول حتى قبل النفط ما وصل 250 دينار. في شيء معقول يعني؟ عشان نعرف لما نعطي عملائنا 250 دينار على السبيان نعرف ان سعرهم تعرف بيشتروا بيوت. زين ابجريد تذكرتك. زين احاكيك احاكيك، تذكرتك كم كلفتك؟ اسطنبول؟ اي لا لا ما حجز، انا بحجز. انزين العاده تحجز ايكونومي ولا بزنس؟ انا الحين بحجز لك على الهواء، ايش رايك؟ خليك معي. لا انا متعود على فيرست كلاس تدري بعد. احنا الوالد، انا الوالد قبل معودنا كله بتوين لندن اند باريس. ما شاء الله عليك. تاريخ كم؟ لحظه، تاريخ كم؟ تاريخ كم بتسافر؟ قول لي. اشوفه بيسكن بالضاحيه. يعني مو طياره خاصه؟ شوف شوف احب اقول لك بس انا بلا بلا الوالد طياره خاصه قبل. زين بس بيعمل لك. لا لا تاريخ كم بتسافر؟ قول لي. بعد رمضان. بعد رمضان يقول شهر 7. يقول 1/7 تروح يعني هاي سيزن. اي شهر 7. 1/7 ل 15/7 اسطنبول. ها بزنس ولا فيرست؟ فيرست طبعا اكيد. صدق فيرست بتروح؟ اي من صدق احسب له اتوقع 300 وشيء. من صدق احسب له. احسب له اكثر. الحين قاعد احسب لك انا، قاعد اشوف لك. اصبر توحد. لا لا اعطني كاش، اعطني كاش احلى. شوف يا بوي انت شوف لك هذا صدق لو حسبنا تطلع 700 وشيء. لا وايد قطع على 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 الفيرست على على 3 ساعات ما تسوى. ما تسوى. ها توهقت انه إيه منو انا توهقت على مبلغ وايد عندنا بوجت ترى. واللي يعطيك 1500 تروح فيهم؟ لا لا حبيبي يعطيك العافيه. ما تبي 1500؟ لا انا على الهوى، انا على الهوى يعني بقص عليك. 250 حلوه ريال غنوع. حواج عيل باجي لي خلاص. حواج طيعني خذ 1500. يلا 1500 ليش لا؟ زين 1500 نقول هذه تذكرتك اذا رحت فيرست. لان صار انا معطيك الرقم اللي حدك توصل له فدير بالك البادجت. شو ليش الحين شو الحين يطمع يقول تعال يصعد معي لانصاري قبل ما يدري؟ لا ما يدري يمكن حد 2000. زين الفندق نقول الفندق هذه 1000 دينار ثانيه صح؟ صح. اوكي ايش كثر بتقعد شهر؟
والله قاعد اطمع انا الحين، الحين قاعد تخليني شو اشتغلت الحين بي. قاعد يفكر الحين. زين الف الف ونص، الف ونص نقول تذكرتك فيرس رايح الف. حلو. لا فندق كشخ خلينا نقول 1500. يلا صار جمالي كم يبي؟ 2000 ونص. اي زين 3000 قول صار 3000. يلا 1000 ونص و1000 ونص 3000. مصرفك باليوم كم تصرف هناك؟ نقول لك تصرف باليوم 100، شكرا تقعد شهر؟ شهر هاي 3000 فوقهم، كم صاروا كلهم؟ 6000؟ 6000. سيارتك شنو قديمة ولا جديدة؟ لا 2013. بتاخذ 2018 سيارة، نقول هذه 14000 فوق المبلغ هذا، كم صاروا؟ كم؟ 18 وصلت. 18000. حلوين؟ كذي حلوين؟ حلوين. حلوين؟ حلوين. قطية المخيم، ما عندكم مخيم بعد، حماك مخيم. قطية الربع كم؟ قطية شنو؟ دوانية يعني؟ يعني دوانيتكم مخيم. يبا الربع يبون عشاء الحين. عشاء 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 حق الربع 300 دينار. كم صار؟ 18 30. واحد من ربعك محمول مكفور معك بالسفرة؟ اثنين. نعم. اثنين. اوكي. زين. وين كم وصلنا؟ 22 وصلنا 22. والله في مخي اوكي 22000. يا جماعه ترى تو قاعد من النوم شوي شوي عليه. 22000 و3000 حق الوالد والوالده الله يحفظهم. هذه وديعة بيران. 25000 ربع 5%. ها 5%. اقول لك شيء حواد، الف مبروك اخوي، 25000 دينار حملت حساب الراتب. الله يبارك الله يبارك فيك. دق دق. في ناس يبغى يسمعون. بقول لك الف مبروك وتستاهل اذا عشان تصدقني بعد. خليني اسوي نفس الذرب دقيقه بس ما اسمع. اقول خليني اسوي نفس الذرب ما ابي اصرخ. اسوي نفس الذرب يقول ما ابي اصرخ. زين عشان تصدقني اخوي عبد العزيز اشكناني من وزاره التجاره راح يسلم عليك ويقول ووفق لك يعتمد الجائزه. مساء الخير اخوي علي. حياك الله بالنور. حياك الله. احنا بس بغينا نقول لك الف مبروك، تفلس معنا مبلغ وقدره 25000 من حساب الراتب من بنك الخليج. نقول لك الف الف مبروك حق اخونا علي جمال محمد الحواج. طيبكم الصحه والعافيه ان شاء الله. ما تقفل. سمع اسمه كامل الرباعي تغير الحكي كله صار غير. لا مساع يقول ومساعد داحي يقول وكذي الحين غير خلاص. الحين تغيرت شوي، كنا صرنا من الطبقه المخمليه. الحواج ألف مبروك عليك أخوي، ألف مبروك عليك أخوي، تستاهل 25000. تسلم ما تقصرون. يعطيكم العافية. وراح تلقاهم بحسابك إن شاء الله خلال يوم. أعتقد راح نتواصل معك. إحنا يكلمونك إن شاء الله. نكلمك إن شاء الله. أوكي حبيبي. حفظ أسامينا خلاص. طبعا حفظت أسامينا ها. يا ويل درويش نواف الجزاف. ودرويش محمد درويش. ينطر تلفوناتكم بعدين. حبيبي حواد حياك الله وألف مبروك. حياك الله أبوي. الله حياك حياك حياك.